الماي شردت منك من ديرتي، ماكو ماي بعد، وين اروح؟ قربت شوي للسوق، شغل عمل، اشتغل عمال، اشتغل عمال عمال يوميا اشتغل، انا هاي بجيبات اشتغل عمال، الظهر انتهى، صار عند انزلاق، قلت ما اقدر اشتغل. الفترة هاي بعد قاعد صار لي 3 سنوات بعد لا شغل ولا حد. يعني شبابنا من عطل وبطالة موجودة يعني بنسبة كبيرة في محافظتنا، إضافة لقدوم الهجرة الداخلية، فراح يصير ضغط على فرص العمل المتوفرة. أما هم يعني أغلب خدماتهم أو أعمالهم تكون بسيطة، إما عمل اللي هو أعمال يومية بالبناء وإنشاءات، أو بعض المصادر النقل البسيطة اللي هي تكون على شكل ستوتات لنقل، يعني الشباب ممكن يوفر لقمة العيش اليومية.